يقول السائل: من العلماء الذين نفوا المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه أول قوله تعالى: واسأل القرية، وقال إنها حقيقة وليست مجاز، يعني القرية هي التي تسأل. وأهل العلم يقولون يسأل أهل القرية. الظاهر أن الأخ ما فهم كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ليس لوحده ينكر المجاز، وقد ذكرت في كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتمل عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، ذكرت أكثر من 60 عالما يرى بأنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب ما معنى وسأل القرية؟ نقول: تعلموا اللغة العربية ثم تكلموا. القرية، كلمة القرية في اللغة العربية تطلق على البنيان، وتطلق على القار فيه البنيان، وتطلق على القرية وساكنيها. هذه 3 اصطلاحات لكلمة القرية. فإذا سمعت الله يقول واسأل القرية، لماذا ذهنك يذهب إلى البنيان؟ لأنك أنت لغتك ضعيفة، ما تفهم إلا هذا، ماذا نفعل بك؟ هذا مثل الإنسان اللي يسمع كلمة السماء، لغته ضعيفة، لا يفهم من كلمة السماء إلا السماء المشاهدة، بعدين يقرأ قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يقول: يا شيخ والله عندي إشكالية. شنو إشكاليتك؟ قال: يا أخي السماء، الماء، الماء، المطر ما ينزل من السماء، المطر ينزل من السحاب. طيب أنت لغتك ضعيفة، أنا شنو أسوي؟ لازم أقول بالمجاز؟ السماء تطلق عند العرب على السحاب، على الجرم المشاهد، على كل علو على المطر. فإذا أنت ذهنك مقصور الفهم على مفردة من مفردات ما عند العرب، فأنت ما تلزمني وتقول لازم تقول مجاز. واسأل القرية حقيقة، ما معنى القرية؟ أنت ما تفهم القرية، اسأل، قل لي ما معنى القرية؟ نقول: القارين في ذاك المكان في مصر، القارين في مصر. واسأل القرية، ال أي الذين قروا في مصر، هذه هي العربية الفصحى. أما إذا لم تفهموا أنتم، أو لأن عقولكم قاصرة في فهم العربية فزعمتم أن هذا مجاز وأن المقصود واسأل أهل القرية، ليش التقدير هذا؟ أنتم أعلم من الله؟ المفسرون لما قالوا واسأل أهل القرية لكي يقرب المعنى لمن يقرأ القرآن، وليس معناه أنهم لا يعلمون أن القرية اسم يطلق على القار.